جاملين معكم بفقرتنا الصحية اليوم. رح نحكي عن إشي كتير عملي وهي عادات نسمع أو بنقرأ إنها ممكن تكون ضارة. دكتور فراس زريقات دائما بفاجئنا بمعلومات طبية دقيقة جديد. رح يحكي لنا عن عادات ممكن بالفعل إنها منفكرها ضارة وتكون صحية. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك منورنا. أهلا وسهلا دكتور. إحنا عم نجدد المعلومات أكيد. مثل هذا الوقت السنة الماضية حكينا بدراسات أكيد. وأبحاث علمية وإحنا عم نجدد المعلومات لأنه بهالسنة تطورت المعرفة. يعني أكيد. بشو بدنا نبلش؟ بالقهوة؟ القهوة يلا. مشروبي المفضل القهوة يعني. أيوة. وأنا ما عنديش محلات قهوة على فكرة يعني ما إلي بالموضوع بس هي فعلاً إشي طبي ومفيد يعني. مش تسويق الموضوع. لا أبداً. فعلاً المعلومات الطبية عن القهوة هلا إحنا لما بنسمع شغلة خلص بنعرف إنه القهوة مش كويسة. حتى المرضى لما يجوا عنا والله يا دكتور أنا عارف مشكلتي بشرب قهوة كثير. أوكي. يعني بنفهم الشغلة خلص ومنضلنا ماشيين معها. بس إحنا بالطب بندور على الأبحاث على الدراسات. نعم. ما بندور على الآراء الشخصية. نعم. يعني بحث صغير معلوماته قيمة أكثر من دكتور إله بالمجال 70 سنة مثلاً. حلو. مندور على الدراسات الطبية اللي معمولة صح. كل الدراسات اللي بتطلع على القهوة بتحكي عن فوائد القهوة بطلت تحكي عن مضار القهوة. أخيراً الجمعية الأمريكية للتغذية حطت القهوة من نظام الغذاء الصحي. صارت القهوة لما يحكوا النظام الغذاء الصحي صارت القهوة جزء منه. حتى الجمعية الأمريكية للتغذية خايفة من الموضوع. حكت 3 إلى 5 فنجيل في اليوم. أوف. مع إنه في دراسات بتحكي إنه كل ما كثرت كل مكان أحسن. أوف. طيب هلا قبل ما نحكي عن كترتها وتأثيرها على الجهاز العصبي لما نحكي قهوة دكتور في عنا المفلتر في عنا المغلي في عنا سريع الذوبان بشكل عام كله مفيد ولا بتفضل نوع معين؟ يعني لما نحكي عن القهوة بالضبط ما حدا بيعرف ليش القهوة مفيدة. هلا فيها مضادات أكسدة أول شيء. مضادات الأكسدة هاي اللي بالقهوة بالذات مش بالشاي مثلا. مع إنه الشاي يمكن له فوائد بس يعني شكل القهوة إشي تاني. مضادات الأكسدة الموجودة بالقهوة جدا مفيدة. هلا حتى الكافيين عليه دراسات مع مقاومة الإنسولين. ومع أشياء تانية بس هي محتويات القهوة. هلا القهوة المفلترة نظريا هي أحسن. لأنه بتكون مضادات الأكسدة موجودة فيها أكثر. فلتر يعني أمريكية اللي إحنا بسموها الناس أنها أمريكية هي اللي بتنعمل بفلتر. هلا في القهوة المغلية اللي هي التركية أو سريعة الذوبان بدون ذكر أسامي تجارية كلها مفيدة. لكن كل ما كانت القهوة فيها المواد الصح أكثر اللي هي المفلترة كل ما كانت مفيدة أكثر. طب دكتور إحنا بنعرف إنه القهوة المحروقة زيادة مش صحية إنه كل إشي محروق زيادة مش صحي. يعني ما بقدر أجاوبك بشكل علمي هذا الموضوع. ما عندي المعلومات الصح بس أنا يعني حتى بالدراسات ما حكوا عن قهوة إنها روستد أكثر أو محروقة ما في ذكر لهاي الجملة. بس عن فوائد القهوة هلا فوائد القهوة معروفة من أول على الجهاز العصبي. تحفيز مثلا الجهاز العصبي مرضى الباركنسون الذاكرة. تخفيف جلطات الدماغ اللي عندهم زهايمر أو فقدان ذاكرة كل هاي الشغلات القهوة مفيدة لها. هلا الدراسات الجديدة على تخصصي أنا الكبد أنا صار مرضاي ومرضاي يمكن بيحضروا وبيشوفوا بيستغربوا وجزء منهم حتى ما اقتنع في الموضوع بعدين حتى بلشوا يردوا علي يعني أنا طبيبهم وبثقوا فيي لما قلت لهم اشربوا قهوة ما شربوا قهوة لأنه فعلا الناس لما يسمعوا هذا الحكي أو يشوفوه مش ما بعمل منطق لهم بس إحنا بنحكي دراسات وكل الدراسات الجديدة اللي على عشرات الألوف من الناس. القهوة مفيدة للكبد إن كان أمراض الكبد المزمنة أو أمراض الكبد الحادة. نعم. مريض تشمع كبد أحسن دواء له هو القهوة. مريض تليف كبد أحسن دواء له هو القهوة. شحوم على الكبد بأخذ أدوية كثير ممكن تأثر على الكبد. التهاب كبد حاد A التهاب كبد حاد B أي أمراض في الكبد القهوة جدا مفيدة. حتى فشل الكبد الحاد مع أنه ما في دراسات بس يمكن القهوة بتفيد فيه وقاعدين نشوف فشل الكبد الحاد أكثر يعني نشوف حالتين ثلاثة بالشهر والناس منهم قاعدين بتوفوا الوفيات زادت آخر فترة على فكرة حتى القهوة ممكن تكون مفيدة بهذا الموضوع. طب دكتور يعني كمختص بموضوع مثلا جهاز الهضمي بتفضل القهوة بوقت معين مثلا على الريق متعودين أو بعد الغداء بعد الفطور في وقت معين تختلف من شخص لآخر. هلا في ناس أنا منهم إذا بشرب قهوة بعد 8 ما بنام. في ناس بحب يشرب قهوة قبل ما ينام. وعلى فكرة هلا هذا بستغرب منه. هلا في دراسة جديدة إحنا ندخل القهوة مع النوم النوم تظهر جدا مفيدة. يعني حتى لو الواحد بالشغل بس عمل هاي الحركة على مكتبه وغمض عيونه دقيقتين 5 دقائق مفيدة. هلا الحكي انه الواحد ما ينام بعدين انه ينام الظهر احسن منها يشرب قهوة وينام الظهر احسن منها لسه. أوكي. يعني اشرب القهوة ونام الظهر ليش؟ لأن القهوة حتى تشتغل بدها 40 دقيقة. لما أنت تكون صحيت من قيلولتك أو هي بتصحيك حتى ما تنام أكثر بتقوم نشيط فرضا. هاي دراسة مش بضرورة تكون مقياس بس ممكن حدا يحاول يجربها يمكن تفيده يمكن ما تفيده.
انا حبيت هاي انه بدها 40 دقيقه لتشوف المفعول. فهي يعني القيلوله الصح هي عباره عن نص ساعه ثلث ساعه مش اكثر من هيك. في محلات زي اليابان مثلا بالشركات بيخلوا الموظفين اجباريا يناموا الظهر او ياخذوا البريك هاي قيلوله بريك قيلوله حتى يكون انتاجيتهم اكثر. بس بغض النظر يعني هاي هيك اجت شغله. تخيل بالبيوت هلا مبسوطين على هاي الدراسه لما يعني قهوه ساعه اكيد هلا يعني حتى مثلا مقاومه الانسولين وهي مشكله كبيره عندنا هلا. بلدنا للاسف مقاومه الانسولين من انواع الاكل اللي كلها وقلة حركتنا عندنا مقاومة إنسولين كثير. إن كان برجال أو الستات القهوة بتساعد بهذا الموضوع. حلو. والدراسة الثانية نحكي عن عدم تناول وجبة الفطور. أكيد يعني هاي أنا وجبة الفطور هاي يعني إشي مشكلة بالنسبة لي. كل الناس وتناول وجبة الإفطار بالجرائد طبعا إحنا الناس بيقروا الجريدة عنا بأخذوها خلص قانون مع أنه مصدرها من وين. وتناول الإفطار تناول الإفطار تناول الإفطار والفطور واللي بيفطر بنحف يعني وين الدراسات؟ هاتوا لي دراسات. هلا في دراسات انهم بسموها observational studies انك تطلع على الناس وتشوف مثلا تجيب 1000 واحد انحاف و1000 واحد ناصحين بيطلع نسبه اللي بيفطروا بالانحاف اكثر من الناصحين. بقول لك هاي الفطور. طب ما هو يمكن الناصحين ما بيفطروا وما بيلعبوا رياضه او ما بيعملوش شيء ثاني او بياكلوا حلو او يمكن انهم بتعشوا متاخر مشان هيك ما بيفطروا بكون شبعان. يعني هاي مش فهي انت بدك تدور على الشيء الصح. دراسات فعليا على هذا الموضوع علميه. انا بحكي علم هذا حدا يجيب لي هلا علم. في دراسات انا هلا قبل ما اجي ما طلعت على الشغل مشان الطقس جيت مباشره هون فتحت الموقع العلمي اللي عليه الابحاث الطبيه حطيت كلمه فطور حطيت فطور فوائد دورت على الدراسات. وانا كطبيب بعرف الدراسه القويه من الدراسه الوسط من الدراسه الضعيفه كلها دراسات ضعيفه اللي على هذا الموضوع. على النقيض من ذلك هناك دراسات بتدل انه الواحد ما يفطر شيء كويس. الصوم انه هلا الصوم عليه دراسات انه له فوائد. يعني هلا يمكن طبعا بالنسبه للاطفال هذا موضوع ثاني. الاطفال لازم ياكلوا وجباتهم صح والفطور مهم بالنسبه. احنا ما بنحكي عن الاطفال والنمو بنحكي عن الناس اللي خلص نموهم اللي كبروا كبروا خلصوا بدهم يكبروا اكبر اكيد بكفي. هلا كثير دراسات انه انت يومين بالاسبوع اقل شيء ضلك بدون اكل للمساء اللي هو الصوم. احنا حكينا عنها المره الماضيه وحتى انا شفت تعليقات الناس يا دكتور احنا عارفين الحكي بتذكر انا استغربت كنت معك وبعدين يعني دكتور يعني ما تفطر صوم يعني فعلا هون يعني الدين دائما بيحكي هذا الكلام وهو كلام ممتاز واحنا بنحكي كدراسات علميه ماشي مع هذا الموضوع. الصوم مفيد وانه الواحد ما يفطر إشي كويس. طب ما بتناقض مع فكرة الأيض إنه مثلا ما بيبدأ الجسم يحرق غير إذا أكل؟ هلأ أحكي لك شغلة أعطيكي مثال الارتداد المريئي في المختبر لما يعملوا أبحاث على ثم المعدة ارتخاؤه الحلو برخي ثم المعدة النعنع برخي ثم المعدة الحار برخي ثم المعدة الدخان برخي ثم المعدة كثير أشياء برخي ثم المعدة. هلأ لما يجي على الإشي الطبيعي بتلاقي الواحد عنده ارتداد مريئي لما تأكل نعنع بتضايق لا طب ما بصير أحرمه من النعنع. هلا دراسات المختبر شكل والحياة العملية جسم الإنسان شكل لأنه جسم الإنسان بيكون فيه أكثر من موضوع بأثر طبعاً. وإحنا يمكن نكون ركزنا على موضوع واحد مش على أشياء ثانية. ما في إشي مثبت بهذا الكلام إشي علمي قوي دراسة قوية ما في. هلا اللي ما بفطر ومبسوط حاله ما عنده مشاكل ما في مشكلة. هلا مثلا الناس اللي عندهم ارتداد مريئي شديد عندهم دائما ارتداد وحرقة وحموضة هذول يفضل ياكلوا وجبات صغيرة. بس إذا إنسان ما بفطر وأموره كويسة ما تفطر ما تحس بالذنب إنك ما تفطر. بقعد يحكوا لك بيعمل قرحة وبيعمل حصوات وبيعمل مشاكل. إذا اللي بيعمل حصوات هو عدم شرب السوائل. القرحة ممكن اللي عنده مشاكل قرحة برضه لازم زي الارتداد ياكلوا وجبات صغيرة. بس إحنا بنحكي عن إنسان ما عنده أي أمراض. إذا في إنسان بفطر غصبة عنه بس لأنه لازم يفطر جرب ما أفطر وشوف شو بصير. كيف انت والفطور لنا؟ انا بحب افطر يعني مش في وقت هلا اذا الانسان بكون عنده مرتاح في الموضوع ما في مشكله لانه نهاري ببدا بكير اكيد فلازم يعني اكيد طبعا طبعا طبعا. بس برضو الانسان يعني حتى نفس الشخص ايام عن ايام مثلا اللي بيشتغل شغل بتعب لازم يفطر فطور كويس اكيد. اللي بيشتغل على مكتب لازم غير يوم العطله لازم غير. فهي كل انسان مفصل تفصيل فكل انسان بقرر لحاله. بس ما تحس بالذنب اذا انت ما بتفطر مش لهي الدرجه. بس موضوع الحرق دكتور يعني انه الحرق ما في دراسات مثبت هذا الكلام. بالعكس على النقيض من ذلك انا بدنا نحكي عن النقيض لانه كل شيء احنا بنحكي عكسه. في دراسات على الصوم انه بزيد الحرق وبيظبط السكر وبخاف بحارب الاورام وللقلب وللكبد انه الواحد يصوم يوم يومين ثلاثه بالاسبوع اربعه بالاسبوع. وهلا يعني انا اللي بحكي لك اياه عن القهوه وعن الصوم هلا بعد 5 سنين او 10 سنين الناس راح يقتنعوا فيه. بعدين راح يدخل على الخط زي مثلا زيت السمك. زمان الناس كانوا يفكروا ما هي زيوت زيوت مضاره للجسم. هلا صار الناس يعرفوا انه زيت السمك ممكن يكون مفيد. فهي الشغله بتاخذ وقت. فاحنا اللي بنحكي هلا حكينا السنه الماضيه
نحكي السنة هاي بنشوف بعد سنة سيذكر لنا التاريخ ذلك. طيب هلا دكتور بدنا نحكي على مدار المشروبات الغازية، دائما في دراسات على مدار المشروبات الغازية شو يعني الجديد؟ احنا كل عمرنا بنعرف انه القهوة، وبدون ذكر شو انواع المشروبات الغازية، انها سيئة. بس بنحبها ومندير بالنا منها. هلا القهوة طلع العكس، المشروبات الغازية اللي كنا نعرفه صار 10 أضعاف أسوأ. للأسف أنا من الناس لما أكون تعبان أو مرهق بالعيادة أو بالشغل، إذا بشرب مشروب غازي بارد هيك بالصيف بصير بنتعش، بتحسن شغلي. فهو إله يعني إذا برخي الأعصاب، أو يعني في ناس أنا بحبهم مثلا، لكن للأسف الدراسات عليهم انه كثير سيئه. يعني علبه مشروب غازيه بالنوع العادي اللي مش يعني مش الدايت، في اليوم بزيد جلطات القلب 25%. اوف، العلبه الواحده، العلبه الواحده. وللاسف هلا احنا يعني الصغار المصيبه. وهلا احنا عندنا كل شيء الحجم الكبير، يعني كل شيء بالمطاعم بيعطوك الحجم الاكبر، او حط قد يعني ريفل، حط قد ما بدك، بيعطوك الكاسه وضلك عبي. واحنا هذا الناس بتعتبروه مكسب طبعا. وهي من المشاكل الكبيره. انا عندي بالعياده كذا مريض ارتفاع انزيمات كبد غلبوني، طلعوا بالاخير شحوم كبد. لما تطلع عليهم مش كل واحد عنده شحوم كبد، يعني عنده كرش صغير او شوي مليان او نحيف حتى. بعدين لما دورنا طلعوا انه بيشربوا مشروبات غازيه كثير. مثلا تاثيرها على الكبد، على السكر فيها، وعلى المواد الأخرى الحافظة اللي موجودة فيها. أنا برأيي أنه زي ما في ضرائب على الكحول وعلى الدخان، لازم الحكومة تحط ضريبة على المشروب الغازي، وهي تروح لشيء ثاني. يعني لازم يغلى سعره بالضريبة، إذا حقها بشيء لازم يكون ضعفه والباقي يكون ضريبة، لأنه مضر للصحة. زي وزي الدخان، مع احترام لشركات المشروبات الغازية، وأنا بعرف أنهم بيعملوا أشياء كثيرة للمجتمع، بس أنه مش لازم نشجع الناس أنه نشربها كثير، لازم نحطها بحذر. صح. وبالذات بالأطفال، هل إحنا عندنا مصيبة بالأطفال، السمنة بالأطفال، صرنا نشوف شحوم كبد بالأطفال، قريبا راح نشوف تشمع كبد على عمر 18 و20. يا حرام. ده الولد كان ناصح وصغير كل يمه، لساتنا على عقلية إنه الولد ما أكل. ما عمري شفت ولد مات من الجوع بالأيام هاي بالأردن. ما بموت من الجوع الأولاد، يعني إذا ما أكل ما بده يأكل خليه ما يأكل، ولا أنت الطعمين اللي بحبه. لأنه ما ينصح، ويصير مصيبة النصاحة كثير أكثر من مصيبة إنه يكون ما بوكل. فهي شغلة كثير مهمة. لا هي المشكلة دكتور، يعني لما تروح مثلا ست البيت أو الزلمة في البيت يتسوق بسوبر ماركت، بيعتبروا المشروبات الغازية وكأنه ضمن القائمة هذا الطبيعية. الإشي لازم يبطل، للأسف هذا الإشي لازم يبطل. نعم. وبيقدر الواحد يعود الأولاد عليه، مش ضروري يكون موجود في البيت. يعني خلاص حسب كيف نحكي عن المشروبات الغازية. وحتى العصائر، العصير الفريش اللي أنت بتعصره مش كويس، حتى نهار العصير اللي انت الناس أنا بعصر برد الناس بفكروا انه العصير شيء كويس. حتى العصير اللي انت بتعصره، كل حبه الفواكه بحد ذاتها الفركتوز المركز اللي فيه له مضار. الفواكه احسن من العصير لانه فيها الالياف. العصير الفريش احسن من العصير الاصطناعي. بقول لك عصير طبيعي 100%، فهمني كيف عصير بكرتونه طبيعي 100%. صح. يعني الا يكون في مواد حافظه، الا يكون في مشاكل. فالمشروبات الغازيه سيئه. العصائر للاطفال عودوهم يشربوا مي. مي، الناس لازم تشرب مي، اعشاب، قهوه. صح. مش عصير. الصبح كنا نحكي على المشروبات اللي بيكون مكتوب عليها انه قليله السعرات الحراريه، برضه تعتبر ضاره. يعني هاي شغله بدعه، قليل السعرات الحراريه او قليل الدسم. ان كان مشروبات او اكل بدعة. هاي اشياء فيها مواد حافظه سيئه على الجسم. الواحد يكون على الشيء الطبيعي احسن. طيب هلا اللحوم الحمراء لها سلبيات، قد ايه لازم ناكل منها؟ شو دراسه اخر شيء على اللحم الحمراء؟ للاسف هذا شيء بحزني انا كمان. بحزنك كثير. هلا اخيرا الجمعيات العالميه للتغذيه او للاورام صارت تحكي هذا الكلام، احنا بنعرف عنه من اول. صح. اللحم الحمراء بتزيد السرطانات، بتزيد مشاكل القلب مع اثار ثانيه طبعا. ومع اللحم الحمراء اللحم المصنعة، يعني حتى لو اللحم المصنعة ديك رومي او جاج الناس بكره، مش اشي صحي. هلا يفضل الانسان يأكل لحم حمراء اكثر شيء مرتين بالاسبوع. اوكي. مش اكثر من هيك، بغض النظر مقلية مشوية ما فيها دسم، رضيع كبير، محلي مستورد، كلها مش للاسف مش كويسة، مع انه هذا اشي ضد عاداتنا الاجتماعية. مناسف وال هلا الناس بيستحي، اذا الواحد طابخ مجدرة بيستحي. بالعكس، اللي بلازم طابخ مجدرة لازم يفتخر. لازم الانسان مرة مرتين ثلاثة بالاسبوع يكون نباتي. والبروتينات اللي بالعدس او بالفول او بالبقوليات جدا 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 مفيدة. هلا في ناس بنتفخ منها، ماشي الحال، هذا اللي عندهم مشاكل. نعم. بالقولون. لكن اذا ما بتضايقك، وحتى لو بتضايقك شوي، هاي مفيده. غير هيك لحوم بيضاء،
السمك هلا متوفر بالأردن أكثر دائما. السالمون يعني صار السالمون زي سائر اللحمة إذا أنت بتشويه مثلا، هاي أكلة جدا صحية لازم تكون مرة أو مرتين بالأسبوع، مرة أو مرتين نباتي، واللحمة الحمراء للأسف خليها للمناسف بس. إذا نفسكم بنصف الجاج ما إله مضار، اللحمة الحمراء هي اللي يعني إحنا بنحكي عن اللحمة الحمراء. هلا الدجاج لازم يكون طبعا بحدود معينة، ما يكون مقلي مشوي، بس اللحمة الحمراء اللحمة الحمراء هي المشكلة. نعم. طيب إذا بدنا نختم هيك أغرب الحقائق اليوم اللي استعرضناها عن موضوع حمية البحر الأبيض المتوسط، وإحنا اللي بلشنا نحكي عنها اللي هي فيها هي مبنية على زيت الزيتون، يعني هلا الزيوت المشبعة عليها حكي كثير. الزيوت غير مشبعة هي أحسن، زي اللي زي السالمون أو السمك أو زيت الزيتون أو المكسرات زي الجوز باللوز، هاي الحمية مبنية هاي الشغلات مع اللحوم البيضاء أكثر من الحمراء، مع البقوليات، مع الأجبان. هذا الأكل هو الأكل الصحي. نعم. هذا الأكل في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط بيستخدموه. هاي الحياة الصحية أكثر. هاي الحمية أنا بحب كل الناس يدخلوا على جوجل على مواقع البحث ويقروا عنها، لأنه إحنا موجودة بحياتنا بس للأسف مرات ما منطبقها. الأكل هذا موجود عندنا. نعم. زيت الزيتون جدا مفيد. نطبخ فيه عادي دكتور؟ هلا احنا برضو حكينا نفس الحكي المرة الماضية، ممكن ينطبخ فيه، هو ثقيل شوي لأنه مش مشبع. نعم. زيوت البذور الثانية مثلا زي الكانولا أو جوز الهند، انت نصحت بالكانولا يعني بالزيوت الموجودة بالسوق أكثر زيت صحي هلا يمكن زيت الكانولا. وعلى فكرة هو لنفس شركة زيت الذرة، زيت الذرة وزيت عباد الشمس سيئين، بيزيدوا مشاكل الالتهابات، مشاكل القلب والروماتيزم، ومشاكل المناعة. زيت الكانولا بظل أخف، الإشباع فيه أخف. فمن الزيوت الموجودة تجاريا زيت الكانولا يمكن هو احسن زيت. نعم. في زيوت ثانيه زي جوز الهند او الجوز، في صويا، بس انه بنبته الكانولا يمكن هي احسن موجود. زيت الزيتون شوي ثقيل بالطبيخ، لكن كثر على السلطه، كثر على الحمص او المتبل او اللبنه، عبي الاكل زيت وزعتر. حلو. عبي الاكل زيت، زيت الزيتون جدا مفيد. يعني بنرجع لاكلنا الشعبي زمان، هذا هو احسن شيء. قلايه البندوره يعني مزبوط، هو اكل حوض البحر الابيض المتوسط اللي فيه خضار كثير. انا بنصح الناس يقروا عنها كثير لأنها فعلا هي الحمية خلاص تقبلتها كل جمعيات العالم الطبية، إن كان جهاز هضمي أو تغذية أو أورام أو قلب، هاي الحمية هي رقم واحد. هي رقم واحد هلا. يعني أنا دائما بحب معلومات دكتور فراس. من هديك المقابلة حكيت لنا عن زيت الكانولا، أنا شخصيا في البيت صرت عن جد أخاف، يعني أبعد عن زيت الذرة وزيت يعني أنا عباد الشمس. ناس كثير حكولي شو هالحكي اللي بتحكيه وإحنا مش مقتنعين أو غريب أو عملت ثورة. أنا ما بحكي إشي من عندي، أنا بحكي طبعاً. دراسات. هل يمكن اللي بنحكيه يكون صح؟ يمكن يكون في أشياء، لكن أنا بنحكي الدراسات الموجودة. وهيك العالم ماشي. وهيك راح يكون بعد 5 سنين أو 10 سنين. صح. راح يكون هذا الحكي موجود. اللي بيحب أي شيء هاي مواقع البحث موجودة بيقدر يقرأ عنه ويشوف شو بصير. تمام. شكرا دكتور فراس زريقات، وأهلا وسهلا فيك دائما بالمعلومات الجديدة اللي إحنا بنستناها. شكرا دايما. لكم. شكرا. والأسلوب الشيق في السرد لا أك لازم يعني نذكره. شكرا لك دكتور. شكرا لكم.